السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي متابعين عالم الهندسة الاحترافية. اليوم نحييكم ونرحب بكم. معنا اليوم موضوع شاشة ديب سي 6020 معلقة زرارة حقه طبعا، تمام. اليوم إن شاء الله نشرح لكم كيف ننزل سوفت وير لشاشة معلقة، يعني بتضغط استعداد ما تشتغلش، بتشغل ستارت ما تشتغلش. إيش الذي يلزم علينا نتعامل مع هذه الشاشة؟ ديب سي إلكترونيك بريطاني، وتابعونا. كما تلاحظون أمامكم الآن فعلنا له باور، تمام. نعمل له سوفت وير جديد، نقوم بتوصيل اليو اس بي إلى الشاشة. هذا أولا. نقوم بفتح البرنامج ديب سي إلكترونيك الخاص ببرمجة الشاشة. الآن بدي يفتح، نوري لكم كيف نعمل لي أبديت فروم وير. اهو كما انتم شايفين البرنامج بدي يفتح. شوفوا الان بنقوم بسحب، بنسوي لها ابديت فروم وير من هنا. ما تلاحظون هنا تطلع لك هذه ويلكم ترحيب، تمام. تعمل نيكست، تمام. تختار يو اس بي، تختار نيكست، تختار نوع الشاشة ابديت فروم وير. هنا نفتح ما هو الاصدار الذي بنسوي له. شوف كما تلاحظ هنا كان 6020، كان هنا لازم نختار كان على طول. نعمل نيكست، يقول لك يو اس بي كيبل، افصل الكيبل، تمام. نفصل الكيبل والباور، نعيده مرة ثانية. كما تلاحظون الآن يبدأ يتحمل الابديت فروموير. الآن أنا بنزل لي سوفت وير جديد، إعدادات جديدة. كما تلاحظون الآن هي بوضع الخمول. طبعا هذه الشاشة ما تحتاجش حتى باور إذا تريد تنزل لي برنامج، يعني الباور 12 فولت. يأخذ الوقت اللازم لتثبيت الإعدادات أبديت فرموير إلى داخل الذاكرة. الآن يقول لك تم، أوكي، تم الحفظ. اسحب البيانات من داخله. أحيانا بتعلق إذا دخل رطوبة أو دخل تعلق في الذاكرة. شوف الآن نعمل له باور. ما تلاحظون هنا معاها هذه القديم معاها من 1 إلى 11 بن، تمام. ما تلاحظون واحد السالب، 2 الموجب، 3 الامرجنسي ستوب. طيب نجي نعرف الاوتبوت حقي رقم كم. يقول لك رقم ايه هنا، كما تلاحظون هنا، شوف نركز العدسة في الريلي الذي هو A4، يعني الأمر حق البمب، الفيول بمب. الرقم B هنا كما تلاحظون هذا هو ستارت ريلي، يعني الخاص بريلي التشغيل السلف. طبعا هنا open mains output، يعني الأمر الذي بيروح للـ 8S
للعمومي. في معنا كلوز جنريتر اوت بوت الذي هو دي، شوفوا كما تلاحظون دي هو الدي هو رقم 9. طيب ليش ما وضح لنا هنا 6 في هذا 6 و7 ما لهمش علاقه باوامر الاوتبوت؟ 6 هي الامر الخاص بالدي موجب الى دينامو الشحن، ومعانا رقم 7 7 هذا الخاص لازم انه يتوصل يتوصل له سالب الجراوند حق الشاشه، برضو 12 سالب معانا. طيب ندخل لاوامر الانبوت، الانبوت الاير بروشور كما تلاحظون هنا ديجيتال انبوت الذي هم هنا ريموت ستارت اي بي فاضيه، لن تنسي تستخدمها مثلا تريد يعني تستخدمه الى كولنت كولنت امبريتشر سويتش، مفتاح سويتش. ايش هذا مفتاح سويتش؟ مفتاح سويتش الكولنت امبريتشر هذا هو يتوصل له جهه سالبه والجهه الثانيه بيروح الى هذه النقطه، يعني عندما توصل درجه حراره عفوا هذا الذي هو حساس الحراره، يعني بتوصل درجه حراره معينه يفصل على طول. طيب ندخل بعض لا يقول لك لو اويل بروسور هذا كم بيكون لو اويل بروسور؟ نخليها كم؟ 1.5. اذا انخفضت على 1.5 شوف الان بنرفعها، اذا انخفض ضغط الزيت الى 1.5 بار ايش بيسوي؟ يسوي سيت داون لو اويل بروسور سويتش. طيب نفعل هذا لو اويل سنسور اوبن سيركت الارم، يعني هل انت تريد عند فصل الحساس يطلع لك لو يطلع لك الارم؟ تعمل له ياس. طيب هاي كولين تمبريتشر شت داون متى يطفي المولد عند درجه حراره كم؟ عند 96 الى 100 الى 100 درجه، ممكن انت تسويها كذا. طيب ندخل هنا نعمل له هذه اللي هي اسمها كرينك ديسكانت اويل بروسور، هذه اعزائي الاباء نفس الشيكينجين التابعه لطبلونات السيارات والمحركات النقل، يعني تشيكينجين يسموها. هذه يا اصدقائي الشيكينجين يعني بتشيك 30 ثانيه على الحساسات، اذا هي مفصوله يقول لك فيل تو ستوب، فايل تو ستوب يعني فشل في التشغيل. طيب يقول لك عند الجنريتر فريكونسي هنا 21 اتش زد، يعني عند بدء التشغيل عند الكرنك. انجين سبيد 600 او البروسور 2 عند التشغيل. طيب معانا اوفر سبيد، الاوفر سبيد انت ممكن تخلي اذا كان نظام 1800 بتخليها 110%، يعني نحن معانا النظام حقنا 1000 وكم؟ 1500 ار بي ام الذي هو مقابل نعدلها، هذه نعدلها نخليها مثلا 1610 تمام؟ 1600 تمام؟ طيب اللي بعده الباتري، يقول لك فولتاج الارم اندر فولتاج كم تشتي البطارية عند كم تدي لك الارم اندر فولتج؟ هنا اندر فولتج 10 فولت دي سي اوكي، وفي معانا الورنينج 10.5 يعني يبدا التحذير عنده 10.5. في معانا اوفر فولتج في نظام 12 فولت لازم بتكون 29، يعني اذا كان نظام 24، اذا كان نظام 12 بنخليها 15 تمام. هذه بتكون 14.5، وهذه بتكون الورنينج الاوفر لا ايوه هذه هذه تكون 15 14
يبدأ التحذير. طيب شارجر ألتيرنيتور ألارم شت داون، هل إذا تريدها مثلا في النقطة هذه إذا ما تجيش إشارة حق الشحن تجيب لك ألارم على طول، تقوم ببرمجتها تعمل لها شت داون، تعمل لها إشارة تفعيله. تمام. طيب أصدقائي هنا انتهينا من ندخل إلى الجنريتر. الجنريتر إيش معانا في الجنريتر؟ في معانا يقول لك ثلاثة خيارات، هاتو فاز، سكس فاز، عشرة فاز، كم الأقطاب حق الخارجين من الديناميت تشتيهم يتحسسوا الذي هم هذولا 23 24 25 26. طبعا اربعه يعملوا اربعه يعني ثلاثه فاز ونيترال. طيب معانا الجنريتر فولتج، الاندر فولتج حق الجنريتر كم بيكون؟ 184. اللودينج عندما يتعشق المولد كم بيكون؟ بيكون 207 يعني خلال جزء من الثانيه. الفريكوانسي الاندر فريكوانسي 40، اللودينج فريكوانسي 75، النورمال فريكوانسي 50، الاوفر فريكوانسي شت داون الذي هو 50. الان نقوم بحفظ الاعدادات للشاشه. شوف الان كما تلاحظ امامك هنا تقوم الان حفظنا الاعدادات، سوينا سيف. تمام. شوف كما تلاحظون الان بيطلع لك ايش؟ بيطلع لك الارم. في معانا نقطة من النقاط السي، شوف هذه الآن سي تقول لك إنها مفصولة. إيش بنروح للسي أوتبوت؟ السي هنا ديجيتال سي هذه مثلا تخليها أوبن، احفظ. الآن هي بتحفظ البيانات. تلاحظون هنا اي بي سي، هذا الالارم شوفوا تلاحظوا اللي بيطلع لنا هنا سي تلاحظوا ايش نعمل له؟ طبعا هو مش مستخدم، نعمل له كذا، نعمل نيفر غير مستخدم ما نحتاجوش ابدا. ليش بيطلع لنا الان مشكله؟ نشوف الان بعد ما تم الحفظ ايش طلع لنا. نعمل اوكي. تلاحظ الآن راح. ليش؟ لأنه كان غير مستخدم، نيفر كان. أيوة اعمل له نيفر يعني مش مستخدم. هنا استخدمنا كولين تمبريتر سويتش، وهنا استخدمنا ريموت ستارت الذي هو تشغيل الأوتوماتيك. إذا طبعا ما نحتاجش، إذا ما نحتاج مثلا ما نحتاجش الريموت ستارت إيش بنسوي؟ نعمل له، نحتاج مثلا التحسس 3 فيز نعمل له نيفر ونوت نوت نوت يوزر كونفجريشن يعني غير مستخدمه. طيب نروح للمين فين هي؟ المين هذه المين حق العمومي، نقوم بتفعيلها. طبعا اما تفعيلها اذا انت محتاج الريموت ستارت لازم تلغي المين وتدخل الى الريموت ستارت وتفعلها مره ثانيه. اذا انت محتاجها يعني تعمل ريموت ستارت تحتاج اوبن ولا كل الريموت ستارت. طبعا للشباب الذي مش عارف ايش معنى ريموت ستارت، هو التشغيل التشغيل الاوتوماتيك عبر نقطتين تلامس. يعني بتاخذ النقطه هذه داخل تريليه الى، والنقطه حق التلامس حق الريليه نقطه مفتوحه مثلا جهه سالبه وجهه متوصله الى هذا. عندما تعمله وضع اوتوماتيك، تعمل هنا وضع اوتوماتيك، واخد بالك يا شباب هنا اوتوماتيك نطرحه كذا خلاص. اول ما يتلمس السي مع السالب يقوم المولد بالتشغيل. يعني مثلا عندما يكون وضع الريله في الوضع الطبيعي في الحاله الطبيعيه للتلامسات حقه يكون مفتوحه، عندما هذا يعمل كونكت على طول. شوف الان ما بيرضاش يحفظ الاعدادات، لازم ان احنا نعمل لها
وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس عالم الهندسة الاحترافية. لا تنسوا الاشتراك الإعجاب والمشاركة. طبعا هذه القناة لكل المحترفين، لكل الذي الهوى للبرمجة، شاشات وتشغيل وحماية المولدات، تشمل كثير من المواضيع الهندسية الذي بنتعامل معها في حياتنا اليومية، وإن شاء الله نستفيد جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عالم الهندسة الاحترافية.